تحياتي لكم مجددا، اهلا وسهلا دكتور سمير عبد المؤمن، مرحبا، تحياتي لك. عايشك، مرحبا ومرحبا بمستمعينا في شمس افام وجميع مستندتي لشمس افام. شكرا جزيلا دكتور. عندك فكره وتجارب كبيره في علاقه باسعاف ما يعرف باسعاف الحرب، ما يعرف ايضا بالتدخلات وطب الكوارث، من الزلازل الى الحروب، عندك ما شاء الله باركور كبير، وايضا على اتصال حاليا بقطاع غزه بالاطباء بالمسعفين هناك. شنو المطلوب وكيفاش نجموا نعاونوا؟ دايخ يعطيكم الصحه. وصحيح معناها توا الظروف معناها في غزه مش كارثيه، لا انسانيه، معناها دمار شامل ومحق شعب كامل، قاعد يتمحق على عينين، الناس كل تخسر. لا فلت، وما نقولش صغار وكبار، حتى اللي يقول الكلمه الحره صحافي شمتوا فيه كالنهار يبعدوا فيه، ريتوا في التلفزه باش يدزوا فيه يستفزوا فيه، وهي هي وخلص من بعد الفاتوره اكثر من عائلته صحفي. ولا انا خلص فاتوره قتلوا عائلته، معناها دحدوه والله يرحمهم ان شاء الله كلهم في الجنه. باهي بالنسبه للاعانات، الاعانات كلها راهي باهيه، الاعانات كلها باهيه، بالاخص البعض منها تكون نقديه. وانا البارح حطيت في الباج نتاعي فيسبوك، حطيت الكونت نتاع الاحمر بما فيه السويفت، الكلي يعني الكلي والايبان، الايبان اللي يبدا التوانسه اللي عايشين برا في الخارج يجموا يعملوا دي فيرمون حتى بتليفوناتهم دي بتيت سوم، يعني 20 اورو 25 اورو 30 اورو دي سوم يتلموا وراهم. ونعرفوا احنا التوانسه ما شاء الله معناها التطوع نتاعهم وحبهم للوطن وحبهم للقضيه الفلسطينيه كبير برشا. هما خاطر الفلوس نشيروا بها حاجات اللي هو الناس ما تنجمش تشريها، كيما البنج مثلا، كيما ليكويرار، كيما لي كونسومابل. معناها نجموا مع دي جروسيست ومع جمعيات اللي عندها الكود فيسكال، ونجموا نشريو ويبعثوا حاجات الشعب ما ينجمش يشريها، بالاخص في بعض الادويه. كيما توا هاي وصلتني مقبله شويه ليستا من الجمعيه الفلسطينيه للراديولوجيا، يعني طب الاشعه، فهمتي، راديولوجيا، وعندهم مستلزمات استعجاليه على الاخر مستحقينها في غزه، اللي هو هي الليستة عندي ما فيهاش برشا حاجات. هما فما كلي برودوي اللي نزرقوهم الجمعيه الفلسطينيه لطب الاشعه بعثت لك قائمه هي بعثتها للوزاره نتاعنا، والوزاره اتصلوا بيا، فهمتني، باش نحاولوا احنا نعاونوا الوزاره نتاعنا ونلموا، معناها نكلموا لي زوم دافير ونكلموا الاطباء ونكلموا الناس اللي تجم اما تشري والا يلموا ويشريوا، اللي هما لي برودوي كونتراست، البرودوي اللي نزرقوه وقت نجيو نعملوا سكانير. كيما الانسان يقول عنده جي بي اس، الخريطه، اما الكاسات ما فماش، هاك البرودوي هذاك يظهر العروق ويظهر باش الطبيب يقول لك اللي يرد الدم ازرق مثلا باش الانسان يجم يعمل العمليه، وين يدخل منين يخرج منين، شنو العرق المضروب شنو مش مضروب. وفما لي برودوي كونتراست نتاع الاي ار ام زاد، سواء السكانير ولا الاي ار ام. وفما دي سوند دي كونسومابل كيما لي سوند نازو غاستريك، لي سوند دانتوباسيون، فما دي دران توراسيك، معناها هذوما حاجات معناها سي دي كونسومابل، مستلزمات طبيه نقصوا لهم برشا ولازمين ياسر ياسر في الانعاش وفي العمليات لازمين، معناها لازم. والحمد لله معناها كلمت بوكو دوم دافير وكلمت برشا من الاطباء وكلمت حتى لي ديريكتور دو كلينيك الكل، وان شاء الله بقدره ربي معناها فهمتي، ونغتنم الفرصه اللي فما تونس رجال اعمال في تونس، فما رجال اعمال في تونس مع كل اسف، ونقولها للتوانسه مع كل اسف، فما شكون عامل عليهم حمله وهما قاعدين يتبرعوا، معناها يديهم محلوله بالكدا من غير ما نسمي، معناها هذا مش باهي، معناها مش باهي، الشيطنة ولا سبان الناس وهذا كل. احنا تو يزم التوانسه الكل يد في اليد، كلنا من صغيرنا لكبيرنا الكل في اليد في هذه القضيه هذه، مثل مش وقت نتاع هذا به وهذا عليه وهذا صفته وهذا كذا، لا، الناس نقفوا وقفه صحيحه، ما كانش ما نعرفوش على رواحنا احنا بعد 20 سنه وين وصلنا الطش. هذوما ناس يمحقوا في شعوب كامله ومعاهم مما هكا تشوف اوروبا كله واقفه معاهم، فهمتي، ويلزمنا احنا كل كلمه نقولوها حتى في اسرائيل ثم ناس ضد الحكايه هذه، يلزم زاد ما نسبوش ناس الكل، في فرنسا ثم زاد ناس ما واقفه وتعمل في المظاهرات، ثم توانسه خبطوا وتحداوا القانون وخرجوا، انا يلزمنا نقفوا مع الناس باش القضيه على الاقل فهمتني نخرجوا منها بقل اضرار ومنتصرين بقدره ربي، ان شاء الله بقدره ربي الانتصار موجود، معناها
قدرة ربي. الإسعاف كيفاش قاعد يصير بعد شوية باش نشاهدوا على لايف ستريمينغ بعض الفيديوهات والصور، يذولي حتى سيارات الإسعاف تم استهدافها ديجا. صحيح صحيح، ناقصين الطواقم الطبية. أنا تو كنت وزارة الصحة كانت تحكي السبيطارات تحكي على ما يقارب 100 طبيب معناها مات، فهمتي، تخدم تو بطاقتها 30% وباش تقف ما تعرف ما ثماش تو الجروب الكتروجين ليسانس دخلوا لهم 6 كاميونات وهما يستحقوا في 60 70 كاميونه وكان مش اكثر في النهار باش يخدموا الجروب، يعني معناها محك كامل. وفما امبيلونس تونسيه تبعث قعدت تخدم، ضربت هي اما شد روحها تبركنا عليها ود البارح حكي وقالوا هذيك التونسيه مازال شد روحها تخدم قاعده. فما واحده جديده هاي اي اي فهمتني، فما اللي فما من حتى من الهلال الاحمر اللي يكلموني باش يشريوا زوز كبار، فهمتني، ونحاولوا معناها لازم كل الناس كل تعاون. راهو في الظروف هذيا احنا نراو الطواقم الطبيه معناها ضربان لي زومبيلون، ضربان سبيطارات، صارت 70 غاره على سبيطارات، 70 غاره على سبيطارات، معناها شيء سي سيبلي، راهو سي في اكسبري، سي في اكسبري، فهمتي. ليه هذا قاعد يصير؟ علاش؟ باش ما فما ناس انا نضربك مش تتجرح، لا باش تموت. موت، لا محق، محق الصغار والنساء، النساء ما عادش تجيب الصغار والصغار ما يكبروش. هذا محق معناها ممنهج، ممنهج ظاهر يعيط بابا يامي يا اخي. في الباتيمات ساكنين اولاد صغار ومعناها اليوم هذول وصلوا 6000 ما بين اكثر شوي اول اكثر شوي شيء بالمئات في الليله، ولات بالمئات في الليله، بالكارو بالكارو ياخذوا فيها غزه، بالكارو بالكارو يمحقوا فيها خلوا فيها شيء. صمت كبير، صمت رهيب، عربي ودولي، رغم انه فما بعض الاصوات تتحدث وقاعدين نشوفوا في اللايف ستريمينغ وتو باش نسمعوهم الاصوات بعد قليل نتاع الصغيرات هذوما البارح تم استهدافهم، كيفاش يشكروا في الاسعاف. قبل ما نسمعوا الاصوات هذه اليوم دكتور عبد المؤمن، انتم تهبطوا كمسعفين حزين ارواحكم على ايديكم متفاهمين، ولكن كيفاش لمسعف انه ينقذ ما يمكن انقاذه ولو ماكسيموم في الظروف هذه نقولوها تحت معناها تحت القصف، صار سواء تحت القصف والا وقع تحت الزلزال معناها تجبد وشيء مازال يضرب يعاود، يعني اما انا ما نتصورش بكل صراحه اللي حاليا في الظروف هذه ما دام ما ثماش وقف اطلاق نار دايم والا ما ثماش دي كوريدور معناها ممرات انسانيه على طول على طول متواجده، مش خمسه سوايع واربع سوايع ونحلكم بعد ما كانش راهو معناها اي انسان مهدد يدخل من هنا يضربوه من هنا. خلال ساعات اعلن الهلال الاحمر الفلسطيني وانه سيارات الاسعاف بغزه ستتوقف، قبلها الاسعاف هو كيفاش قاعد يخدم بالصوره وصوت الاطفال كيفاش ينظروا الى في الحرب الى الاسعاف، تضربوا مازالوا جرحى فلقوا ناس تسعف فيهم رغم انهم فما السيارات. شكرا يا اسعاف على طريقتها. قول يا رب، قول يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، قالهم كان يديهم ليبرا معناها ليبرا معناها الاركن نقول لك هزين زوز صغيرات بالعكس كل واحد في الجرح مصابين على مستوى الساق كل صغير فيهم، هما فرحانين خاطر لقاو شكون يسعف فيهم رغم انه ماهيش طيارة اسعاف رغم انه امور تقليديه جدا. شكرا يا اسعاف، احنا بنحبكم. هذا كيفاش قاعد يخدم الاسعاف تحت القصف بغزه؟ راهو الطب الفلسطيني والنظام الصحي الفلسطيني اللي موجود في غزه بالرغم من الحصار وبالرغم اللي تشوف فيه هذاك كله راهو من انجع ما فما، الاطباء نتاعهم من احسن ما فما، راهو قارين في المانيا وقارين في النمسا وقارين في ايطاليا ومعناها في امريكا من المع ما فما معناها، وحتى الممرضين نتاعهم ريناهم في السعوديه وريناهم في معناها حاجه معناها من راقيه راقيه جدا، ومساكن هذاك اللي وفما تعبروا الناس ما تنجمش تخدم نهارين ثلاثه من غير ما ترقد ما تنجمش.
خاصة أنه تم استهداف مباشر لعدد من الطواقم اللي مشاو يقدموا بعد ما سمحوا لهم دايغ أعضاء من الهلال الأحمر أنهم يدخلوا للإسعاف، تم قصفهم وارتقوا الله يرحمهم ويصبر عائلاتهم، فارتقوا شهداء. الأيامات الأولى ثم 10 طواقم، 10 سيارات ضربت بعبادها. نعم. اليوم مدير مرفق إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن وأن الوقود في مستشفيات قطاع غزة سيء على وشك النفاذ بسبب زيادة الطلب على سيارات الإسعاف، سيارات الإسعاف اللي تقريبا عندها 20 يوم وهي تخدم. أنا بارح حريت السين معناها والله يتسخف، معناها المصحف اللي في سيارة إسعاف ماشيين يسعفوا ويقرأ في حال القرآن، يقرأ في القرآن معناها مش عارف روحه حضر محضر نفسك يا شاهد. نعم. مشروع شاهد يعني أقل يقرأ القرآن في الـ في الـ في الأثناء. احنا في تونس دورنا هنا كيفاش نجموا نعاونوا، كيفاش نضمنوا انه المساعدات باش تدخل، تحكي برشا على طواقم طبية ربما باش يتم ارسالها على مسعفين. هذا كلام موجود ولا موجود الكلام هذا وعديد، اما جمعيات طبية كما جمعيات الطب الاستعجالي، الليستات كاملة نتاع الطب الاستعجالي ممرضين زادة، فما جمعية فما العمادة نتاع الطب عندها ليستاتها زادة كيف ثم الجماعة اللي مشاو لغزة عام 2014 عاودوا حضروا روحهم. توا كان يحكي معايا اطباء، اي جراح معروف ياسر فهمتني، وكان عميد الاطباء وهو امه فلسطينيه، يعني هو بنفسه امه فلسطينيه فهمتني، كان يدخل ديما غزه ويشق في غزه، هو جراح نتاع طب صغار وما ليست زاد محضرين روحهم برتو وزاره الصحه، وزاره الصحه معناها من المخطب سيد الرئيس موجود حضر وقعت اجتماعات وليستات بدات تهبط، وعندنا عندنا ليستات حاضرين معنا. شوف العباد ما عندناش مشكله، الاطباء كلهم او متوزعه؟ لا متنوعة. فيها ليستات، فيها الاطباء الرضوضيات جراحة معناها العظام، الرضوضيات الفاسكولير، لي نوروشيروجيان، لي فيسيرو معناها الباطنيه، اطباء اختصاص عدد كبير، اطباء نتاع استعجالي، اطباء انعاش، اطباء تخدير والفلسطينيين طالبين حتى اطباء معناها جينيراليست. فما مسعفين موجودين في القناة؟ موجودين ممرضين ودي تكنيسيان دانستيزي، دي تكنيسيان دو بلوك اوبيراتوار من جميع، حتى من دي فارماسيان. شنو اللي ننتظروا باش نبعثوا الاطباء نتاعنا بعثات؟ احنا وقت اللي معناها ظروف تسمح بالدخول مش مشكلة، الناس حاضرة مطالبة شيء، مستعدين حاضرين فهمي. وإذا كان ثم إمكانية زادة متاع كي يجيوا راجعين يجيبوا دي بليسي في ديهم، فما إمكانية باش نجيبوا معناها جرحى نشوفوهم هذيك أما أقرب الجرحى يكونوا موجودين، أما يدخلوهم الطواقم الطبية سواء تونسية وغيرها لمصر مثلا عبر معبر رفح، ولا باش يجيو لتونس؟ نحكي على مستوى السرعة في التدخل. السرعة باش يعني ما نتصورش باش يجيبوا حالات، يعني حالات اللي ما يمكنش النقل نتاعهم، فو ستابيليزي او لي بليسي، فو ستابيليزي لي بليسي باش يسمح له صحته تسمح للنقل. اما ساعات باش مش تهز انسان معناها طونسيون ما فماش وهالحويله، نو يموت. الترونسبور ديما الى غراف ان بو، مي الفو ميو معناها دي مالاد مثلا اللي وقع لهم كسور وما تشق ما تحطش لي بروتيز وما عملوا لهمش خدمه نظيفه باش ترجع الفونكسيوناليتي نتاع بدنهم، اللي عملوا لهم جوست جبس وكهو هذاك ما نعاودوا ناخذوا حالات لا تصلح. اي هذاك ما الناس اللي عندهم معناها استيتيك، اللي عندهم حروق، عندهم حاجات، هذاك ما هم بيز هذا اللي جيغي فهمتني، تنجم تاخذهم وزاره الصحه وشخص تنجم وزاره الصحه، وحتى معناها المساحات راهو مساحات طالبه في تونس، ما تماش حد يقول لا في الحكايه هذه، المساحات متطلبه ياخذوا فماش مشكله. ما نصورش انا اي مساحه باش تقول لك انا ما ناخذش، كلهم ياخذوا كلهم مستعدين يمدوا ايديهم، نتصور كلهم الناس كل معناها تعطي شويه هذوما وخيانا معناها والناس كل تعاون بعضها ان شاء الله معناها في ظروف طيبه يتحطوا زاده، وهذاك المهم معناها. واذا كان معناها اذا كان باش يولي فما برنامج انا سمعت به البارح معناها نتاع تخريج
ففار اتونسيون معناها تخرج عدد كبير من الجرحى هما راهم الاف راهم الاف خاطر ما تنجمش تخرج اي جريح الا شكون معاه زوجته مرافق ومرافق ولا اثنين ولا يتصغير اسمه امه معاه فهمتني كذا ردوا بالنا من التهجير خاطر تنجم اسرائيل ما تخليهمش يرجعوا هذيك ردوا بالنا اللي يخرج ما يرجعش اللي يخرج ما يرجعش هذيك ردوا بالنا منها برشا برشا على التصاريح يدخلوا لها عن طريق هيومانيتير وهم يهجروا في الناس مش فايقين ولذا احنا زاده يفهموا نقراوا حساباتنا معناتها تقول ينجم يكون عن حسن نيه احنا نراوا عن حسن نيه وهما تخبطوا وهما ما غادي يتخبطوا اسرائيليين معناها مثلا انا خليناك تهز لو تعلن اليوم تونس كبلد داعم وغير مطبع مع الكيان الغاصب تونس تقول انا على استعداد نحل الابواب للجرح اما لازم يكون اما عندي جارانتي اونيزيان وانترناسيونال باش نرجعها لبلادهم بعد ما يبراو هذاك حاجه هامه ياسر لازم نردوا بالنا منها انا هذه فكرتي الشخصيه معناها وزاد عندنا امكانيه باش نداويوهم غادي سور بلاس يقعدوا غادي في بلادهم معناها خلينا ندخلوا ونداويو غادي اي ونداويو غادي الراي العام الدولي اليوم في علاقه بحقوق الانسان وحقوق الحرب دكتور سمير عبد المؤمن تجاوز كل الخطوط الحمراء عالميا صحيح في الحرب راه ما فماش برشا لو عندنا في التاريخ راه موجود انت هاك الحرب العالميه الثانيه شو اللي صار فيها درست معناها رحاوها في ليله قنبله ذريه اللي هبطتها امريكا خمت على بيت ما يهبط وهي باش توفى عادي معناها اسرائيل المره الاولى اخي هذه ما قتلتش في سيناء عام 67 ما قتلت لي سولدا ايجيبسيان اللي تشدوا في الاسر قتلتهم ودفنتهم في الرمل غادي في سيناء ما عندهمش السكريبول معناها ماهوش ماهمش المسلمين اللي دينهم يقول ردوا بالكم لا تقطعوا شجره لا تقطعوا حد شيء هذا من الناس الذين لا مله فهمتي يقتلوا اللي يقتل في الصغار هذا مش اسمه تسمع تسمع في حكايات معناها فما شكون مسؤول فلسطيني اسرائيلي برا قال فولي غازي معناها لازم كيما عمل هتلر ايضا فما حديث على الاسلحه اللي تم استعمالها اليوم من طرف الكيان الغاصب على اسلحه تذيب الاطراف تذوب في الاطراف تذوب الجلد نتاع الجرحى هذوم حتى طريقه الدواء انت ما تعرفش نوع السلاح شنو الدواء اللي باش يكون انجح القنبله اللي هبطت على المستشفى نتاع اللي ماتوا فيه 500 هذاك المستشفى هذيك سيتون بومبا اسبيراسيون العباد رقاهم مقطعين تروف تروفهم طيشين طيشين تروف تروف قاو معناها وهذا انت تعرف الحروب راهو يقع فيها يجربوا فيها راهو الاسلحه سي ان تيران دو تيست في مستشفى المعماريه القصف الاخير قصف قنبله معناها تجبد الهواء تفرغ الهواء وتمشي وترشقوا تروف تروف العباد ما تلقى منهم شيء فهمتي يستعملوا الفوسفور بلون يحرق فوسفور يحرق معروف معناها ملي كنا في الفاكولتي سلاح فوسفور الابيض اللي هو ممنوع مجرم من المفروض دوليا انا ما عادش تفهم شنو المجرم دوليا انا من شوف هذه الامم المتحده والحكايات هذه وكلها هذه لغه ضعف معناها في الاثناء احنا نحكيو على خسائر بشريه على ارواح على عائلات تمسحت من 50 عائله رسميا حسب الاحصائيات الفلسطينيه تمسحت من السجلات المدنيه ماتوا من الاجداد والاحفاد مرورا بالابناء واسرائيل تعلن على التكلفه اليوميه على حرب غزه كل يوم قداش قاعده تصبوا لها الفلوس ما تخافش تو ما هي المانيا تصبها يعني الحرب العالميه الثانيه وامريكا تصبوا كلهم يصبوا بطريقه غير مباشره كلهم يصبوا لهم في الفلوس انا نتاسف نتاسف اللي معناها برشا فلوس مشيت معناها في الاسلحه بالدول العربيه برشا وبرشا دول تضررت بشكل مباشر من الحرب اللي قاعدين يخدموا على السياحه كما لبنان مصر الاردن بما انهم دول جوار اليوم بالقطاع كل حال احنا الشعب التونسي مازموش يخاف بيد في اليد واللي باش يصير يصير ما تم حتى مشكله طونك اوني سوليدير طونك ما نخافوا من حد شيء معناها راهي القضيه ما فيهاش مزايده ولا فيها مبايعه ولا بيع وشراء قضيه راهي تايق على مش خاطر فلسطين راهي تايق على اي بلاد اي بلاد يجمع على هذا اي بلاد تدخل يحتلك واحد اخر معناتها يمحيك احنا نشوفوا التاريخ معناها مخيبوا وقت اللي دخلوا الامريكان لي اسبانيول لي بورتوغي هبطوا في امريكا ثم 32 مليون هنود حمر
أول القرن عشرين معناها من نفسون كاتر من نفسون سانك بقاو 100,000 شعب إيبات محقوه ما خلاه منه حد شيء. من 32 1492 بعد 300 سنة بعد 600 سنة ما خلاه منه حتى شيء محقوه محقا. لكن الشعب الفلسطيني أكبر بكثير وصامد والحمد لله مازال عندهم رغم الداء والأعداء والنفس اللي قاعدين مازال عندهم رباط الجأش وتعلق كبير بالأرض ما الأرض والعرض طبيعي. عندهم أرض أرضهم يمشي يمشي أطفال صغار وشهادات كنا عديناهم خاطر فما بعض السياسيين هنا يحكيوا هاتوا نوطنوهم راهي الناس ماهيش مشكلتها أنك أنت تحل دارك باش تدخلهم للدار والناس تضرب على أرضها قاعدة تموت مقدمين رواحهم أرض جديدة خاطر يحبوا على الأرض البعض الجهاب السياسيين لا وزلنا نردوا بالنا لا توليش القضية أرض بلا شعب وقت اللي أنت معناها تهجرهم شبقى شكون باش يدافع على الأرض لازمهم يقعدوا غادي لازم يقعدوا غادي يقعدوا يدافعوا غادي وما شيء حتى شيء ما يجيب ليش حتى شيء ما يجيب ليش كل شيء يتخلص الشعوب خلصت أكثر من هكا عام 45 وقت اللي خرجت لازم واحد ديما يقرأ التاريخ راه فيه حاجات معناها عجيبة عام 45 وقت اللي أوروبا ربحت وألمانيا النازية خرجت من فرنسا وقعت احتفالات كبيرة في فرنسا نهار 5 أوت يظهر لي 45 احتفالات اللي بخروج الجنود في الجزائر احتفلوا زادا نهار احتفلوا معناها قالوا اخويا احنا ما نحبوا نتحروا زادا كيما الفرنسيز نحبوا ناخذوا بلادنا واحنا دفعنا مع الفرنسيز على خروج معناها للسولدا مشاو من المغرب العربي راه في تونس مشاو 80,000 وقت اللي تونس 1.5 مليون مشاو 80,000 هزوا منهم 80,000 ولاد صغار هزوهم للحرب قالوا نحبوا انت قمعوهم قتلوا 45,000 في نهار ماتوا تزارية في 3 بلدان قمعوهم ماتوا 45,000 ألجيريان في 3 فيل منهم شهيد باش نجموا تتحرر قتلوهم في نهار على خاطر طلبوا زادة هما باش يتحرروا مي فينا المول الاستعمار ما يدومش حتى كان فات 100 حتى بلاد ما يدوم الاستعمار لا يدوم رغم ما يحدث رغم سفك الدماء اللي قاعد صاير والحمد لله الحقيقه من لو انا نحكي على الاطفال الصغار دايغ والشهادات اللي قاعده تجي يقول لك بار قتلني مش شنو المشكل معناها كان ولد صغير 6-7 سنين يحكي بالطريقه هذه وكان اطباء زملائك مسعفين واطباء يجي باش يسعف او باش يشوف بعض الاطفال الجرحى يكتشف ابناء وغاديك موجودين رغم الناس المستشفى وقعت الطبيب غادي ويواصل ويقعد يخدم ويواصل عندهم العزيمه والحمد لله عندهم العزيمه كبيره ياسر ويلزم من التوانسه يقفوا يد واحدة ديما نقولها يد واحدة ومن غير مزايدات ومن غير حتى ساعات نسمع هكا كلام فهمتني تيما والاخرين درا شنو والاخرين بيهم وداش لا راهي القضية راهي بدات عام 33 أول جمعية تعملت وعملت كونغري لتحرير فلسطين راهي وقعت في تونس وعملها عبد العزيز الثعالبي عام 33 ومازال الموقف التونسي ومن وقتها سيب. واحنا محتلين من فرنسا وعام 48 12,000 خرجوا من تونس على ساقيهم مشاو حتى يحاربوا في فلسطين وآلاف ماتوا في الصحراء وراه النهار اللي خرجت المظاهرة الأولانية بالكل أنا خرجت قابلت في الشارع سفير فلسطين في تونس وحكيت له قال لي عنا الأسامي متاعهم الكل والعائلات ويرجعوا للتاريخ وقت اللي صلاح الدين الأيوبي فتح القدس الكتيبة الكبيرة الكتيبة القوية اللي دخلت الاولى وضربت هي من المغرب العربي وهذاك علاش تسمى باب المغاربه عليهم هم وسكنهم بحذا الجامعه في حي المغاربه سكروهم غادي يعني التاريخ اللي حد يرجع للتاريخ راهو يلقى برش حاجات اللي على خاطرهم كل ماتوا وكل ضحاوا يلزم احنا نقاوموا شكرا لك دكتور سمير عبد المؤمن وشكرا لكل الاطباء التوانسه المتطوعين والمسعفين اطباء اختصاص على اختلافهم كما كنت تسمينا فيهم والمسعفين والتقنيين اللي متطوعين وقاعدين على ليز داتون توا جاهزين باش يمشيوا يلتحقوا بقطاع غزه المحتله للاسعاف وانقاذ ارواح بشريه شكرا لك مجددا شكرا لكم انتم على حسن المتابعه اجمل تحيه زينه زيدو كان فريق استوديو شمس ادوما بسلامه